أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من الصلاة الرابعة. آلاف من الجنود المرتزقة السودانيين يحاربون الآن في ليبيا، هذا ما قاله قادة عسكريون سودانيون لصحيفة الجارديان البريطانية في تقرير خاص كشف حجم التدخل الخارجي في الحرب الليبية. وجاء الخبر تحت عنوان مرتزقة يتوافدون إلى ليبيا ما يثير المخاوف من إطالة أمد الحرب. مئات من المقاتلين السودانيين ينضمون إلى الجيش الوطني الليبي المعادي للحكومة. قال القادة العسكريون السودانيون إنه يوجد ما لا يقل عن 3000 من قوات المرتزقة السودانيين يحاربون الآن في ليبيا، والعدد أكبر بكثير من معظم الأرقام التي ذكرت في السابق. وقال أحد هؤلاء القادة إن هذه القوات لعبت دورا محوريا في تحرير حقول النفط التي سيطرت قوات حفتر عليها، ودعمت تقارير مجموعة من الخبراء في الأمم المتحدة هذه الادعاءات. وقال القائد العسكري السوداني للصحيفة الجارديان إنه بدون مساعدتنا لما تمكنوا من تحرير حقول النفط، وأننا ساهمنا 50% من العمليات العسكرية هناك. وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في تقريرها الأخير أن قائد قوات الدعم السريع السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي قد أرسل نحو 1000 جندي سوداني من هذه القوات المتهمة بارتكاب أعمال وحشية للحرب في ليبيا. وهؤلاء المرتزقة السودانيون متورطون أيضا في التهريب وأنشطة أخرى كما جاء في الصحيفة البريطانية التي أوضحت التحالفات الحالية للحرب الليبية. فبينما تحظى حكومة الشرق والجيش الوطني الليبي بدعم فرنسا وروسيا والأردن والإمارات ودول عربية محورية أخرى، فإن حكومة طرابلس تحظى بدعم إيطاليا وتركيا وقطر حسب الصحيفة البريطانية. وبينما يتدفق المحاربون المرتزقة إلى ليبيا، تتدفق أيضا المعدات العسكرية والصواريخ الباليستية، حيث وجدت صواريخ سكود الروسية طريقها إلى الصراع الليبي رغم الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى أي طرف من الأطراف المتحاربة في ليبيا. وقد نشر موقع الحرة الأمريكي الخبر تحت عنوان بالفيديو صواريخ باليستية تدخل على خط الحرب في ليبيا، والصواريخ في أيدي قوات المشير خليفة حفتر حسب ناشطين ليبيين. ويظهر في الفيديو عربات أو منصات لإطلاق صواريخ سكود الباليستية قصيرة المدى، ومن حولها جنود وصواريخ أخرى يبدو أنها من أجل الدفاع الجوي. لكن ماذا عن المقاتلين داخل العاصمة الليبية طرابلس الذين أعلنوا ولائهم للجيش الليبي تحت قيادة المشير خليفة حفتر؟ فقد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي أيضا فيديو تقول إنه لمجموعات مسلحة ملثمة تعلن بدء العمليات العسكرية داخل العاصمة الليبية طرابلس. مفرزه الشهيد عبد الله ساسي مقاتله. اولا نبارك انتصارات قواتنا المسلحه على كل التراب الليبي، كما نؤكد جاهزيتنا التامه للبدء في العمليات العسكريه في كل مناطق مدينه طرابلس. حان وقت التحرك ضد العصابات الاجراميه المتحكمه فينا، تنفيذ الاوامر الصادره الينا من القياده العامه للقوات العربيه الليبيه بقياده المسير كان حرب خليفه بكاسر حفتر. البعض بالطبع يشكك في هذه الفيديوهات ويعتبرها جزءا من الحرب النفسية والإعلامية، لكن الجيش الوطني الليبي بدوره ناشد الناشطين الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أي أخبار أو فيديوهات تتعلق بمواقع القوات المسلحة. ونشرت بوابة إفريقيا الإخبارية الخبر تحت عنوان الجيش الليبي يخوض اشتباكات عنيفة جنوب طرابلس، تخوض الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية اشتباكات عنيفة في محاور العاصمة،
وتبسط السيطرة على مواقع جديدة في جنوب طرابلس. وفي السياق، أهابت شعبة الإعلام الحربي كافة المدونين والنشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل الإعلامية، ناشدتهم الالتزام بعدم نشر مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة فور صدور التعليمات بذلك، لافتة إلى أن نشر مواقع القوات المسلحة قد يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية والتي تحمل جوانب سرية علينا الالتزام بها وحفاظاً على سلامة الجنود، كذلك لعدم تعريض المدنيين والشباب المساند للقوات المسلحة للعديد من المخاطر. ويبدو أن تضارب نشر التصريحات والبيانات يستمر أيضاً، فقد نسبت بعض وسائل الإعلام هذا البيان إلى غرفة العمليات الخاصة لقوات حكومة الوفاق وليس الجيش الوطني الليبي، لكن ليس بالإمكان أن يشترك الطرفان في بيان واحد. ووسط لهيب الحرب المشتعلة وسخونة الخلافات السياسية، اهتمت بوابة الوسط بمأساة النازحين عن الحرب الذين يبحثون عن مسكن مناسب يأويهم شر القذائف وبرد الشتاء، فنشرت تحقيقا تحت عنوان برد الشتاء وغلاء الإيجار يقضان مضاجع النازحين من حرب طرابلس. في قلب العاصمة طرابلس، لجأت ليلى محمد وأطفالها السبعة إلى إحدى الشقق في مشروع سكني لم يكتمل إنشاؤه، هرباً من القذائف التي أمطرت منطقة الخلة حيث يقع منزلها جنوبي العاصمة طرابلس. ويحكي التحقيق الصحفي الذي نشرته بوابة الوسط نقلاً عن وكالة فرانس بريس حكاية بعض الليبيين الذين يواجهون حياة قاسية وصعبة، من بينهم سميرة التي قالت: لقد فضلت العيش في غرفة صغيرة بجانب عمارة لأشعر وأطفالي بالدفء. العيش في شقة بدون نوافذ وأبواب ستجعلنا وكأننا نعيش في ثلاجة مع برد الشتاء. لا تتعدى مساحة الغرفة 8 أمتار مربعة. ساعدها أحد أهل الخير في تركيب نافذة وباب لها. تزداد المعاناة الإنسانية بينما تدور المعارك الضريعة حول العاصمة طرابلس، والكل يدعي تحقيق الانتصارات الميدانية، بينما يناقش البرلمان التركي مشروع قانون يسمح للحكومة بإرسال جنود إلى ليبيا. ويبدو أنه لا تراجع ولا استسلام من ناحية الأتراك. ونشر موقع الأخبار التركي TRT الخبر تحت عنوان البرلمان التركي يعتزم مناقشة مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، ويتوقع أن يصوت عليه أعضاء البرلمان مطلع العام المقبل، ويأتي ذلك بعد إقرار البرلمان مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقع مع ليبيا. في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن هناك حاجة لمشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا، والبرلمان يعمل على ذلك. وأضاف: لن نتوانى عن اتخاذ الخطوات التي يقتضيها الوقوف إلى جانب الحكومة الليبية. الرئيس التركي أكد على أن هذه الخطوة ستكون قريبا جدا بعد زيارة إلى تونس ناقش فيها دعم الحكومة التونسية لحكومة الوفاق الوطني، فيما يبدو أنه محاولة لتوسيع التحالف المؤيد لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا. لكن الرئيس التركي أردوغان تجاوزت تهديداته الحدود الليبية، كما يقول الموقع الأمريكي تحت عنوان ستكون جاهزة في عام 2027. أردوغان يهدد دول المتوسط بست غواصات جديدة. وأردف الرئيس التركي قائلا: مع الست غواصات التي ستكون جاهزة بحلول عام 2027 سنستمر في الدفاع عن مصالح بلدنا خاصة في البحر المتوسط. وقال الرئيس التركي إن تركيا ستزيد من دعمها لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، والتي تواجه هجوما مكثفا من قبل خليفة حفتر منذ 12 ديسمبر الجاري، ملمحا إلى إمكانية إرسال تركيا الدعم سواء عبر الجو أو البر أو البحر إذا تطلب الأمر. لكن الحلف المعارض لتركيا يزداد حجما وقوة أيضا، فالإسرائيليون يذكرون الرئيس التركي بأنهم غير سعداء بما يفعلوه،
فوقعوا صفقة مع قبرص واليونان لتصدير الغاز إلى أوروبا. ونشرت صحيفة هارتس الإسرائيلية الخبر تحت عنوان قبرص واليونان وإسرائيل توقع صفقة لإمداد خط أنابيب في أوائل يناير. ثلاث دول موقعة تجمعهم معارضتهم للضغط التركي من أجل الحصول على نصيب من الموارد البحرية، وذلك بعد صفقة مع الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. يخطط قادة قبرص واليونان وإسرائيل للتوقيع على اتفاق في 2 يناير كانون الثاني لبناء خط أنابيب يمتد تحت سطح مياه البحر لإمداد الغاز الطبيعي القبرصي والإسرائيلي إلى السوق الأوروبية. وكانت إسرائيل قد أعلنت معارضتها العلنية لاتفاق تركيا مع حكومة الوفاق الليبية. ونشرت وكالة رويترز للأنباء الخبر تحت عنوان إسرائيل تعارض اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن بلاده تعارض الاتفاق الذي وقعته ليبيا وتركيا الشهر الماضي بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما في شرق البحر المتوسط، لكنه أضاف أن الاتفاق لن يؤدي على الأرجح إلى صراع مع تركيا. ولم يسبق أن علقت الحكومة الإسرائيلية علنا على هذا الاتفاق، رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى اليونان الأسبوع المقبل لتوطيد خطة مع اليونان وقبرص لبناء خط أنابيب تحت سطح البحر لتصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا. معارضة إسرائيلية علنية للاتفاق الليبي التركي. إذن أعداء تركيا في ازدياد، لكن يبدو أن تركيا لا تبالي، فهناك 1,000,000 تركي في ليبيا كما قال الرئيس التركي حسب صحيفة المرصد الليبية التي رصدت الخبر تحت عنوان المستشار صالح. حديث أردوغان عن وجود 1,000,000 تركي في ليبيا تبرير لاعتداء عسكري على ليبيا. استنكر رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح في بيان له تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول وجود 1,000,000 تركي مقيم في ليبيا، لافتا إلى أن حديث أردوغان محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا التي تعد دولة مستقلة وعضوا في الأمم المتحدة. ويبدو أن الحرب في ليبيا متجهة إلى التصعيد، خصوصا والصمت يخيم على الدول الكبرى التي تراقب الصراع الليبي والعربي الإسلامي عن كثب في انتظار المنتصر. وتستمر الأزمة الليبية وتستمر معدلات الفساد في العالم العربي في الازدياد حسب مؤشر الفساد العالمي لعام 2019. فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. الفساد في العالم العربي يتفاقم كما تزداد معدلات الرشوة بكل أنواعها. هذه نتائج تقرير مؤشر الفساد العالمي لعام 2019، ويعد هذا المؤشر العالمي أكبر استطلاع للرأي العام والأكثر تفصيلا فيما يتعلق بآراء المواطنين عن الفساد، حيث يعكس آراء أكثر من 6,600 مواطن من الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس. التقرير نشرته المنظمة الدولية للشفافية على موقعها، ونستعرض بعضا منه تحت عنوان آراء المواطنين الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكشفت النتائج عن أن 65% من الأشخاص يرون أن الفساد يتفاقم في بلدهم، ويرى 66% منهم أن حكومتهم لا تبذل قصارى جهدها لوضع حد للفساد، كما يرى 44% من المستجوبين أن معظم النواب والموظفين الحكوميين أو جميعهم متورطون في الفساد، كما تظهر الإحصاءات معدلات الفساد في المؤسسات التالية. وتصدر نواب البرلمان والموظفون الحكوميون قائمة الفساد بنسبة 44%، أما الزعماء الدينيون فاحتلوا المرتبة الأخيرة بنسبة 23%. وتناول التقرير أيضا معدلات انتشار الرشوة كنوع من أنواع الفساد في العالم العربي، حيث ذكر أن نحو 11,000,000 شخص في 6 دول عربية دفعوا رشوة في العام الماضي مقابل الحصول على خدمات عامة
كما نشر التقرير إحصاءات بخصوص معدلات الرشوة حسب الخدمات الحكومية، موضحا أعلى جهة حكومية تحصل على الرشوة من المواطنين. التقرير تناول أيضا ولأول مرة ما وصفته المنظمة الدولية بالرشوة الجنسية في بعض الدول العربية تحت عنوان الرشوة الجنسية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعتبر الرشوة الجنسية أحد أكثر أشكال الفساد القائمة على النوع الاجتماعي انتشارا، وتشير الأدلة إلى أنه حين يقع استخدام الجنس بالإكراه بدلا من العملة النقدية في عمليات الرشوة يكون ذلك قائما على تحيز مبني على النوع الاجتماعي يطال المرأة بشكل خاص، حيث تكره بعض النساء على تقديم خدمات جنسية للحصول على خدمات عامة بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والتعليم. وتوصلت النتائج إلى أن شخصا واحدا من بين 5 أشخاص يتعرض للرشوة الجنسية، وسجلت أعلى معدلات الرشوة الجنسية في لبنان حيث تعرض 23% من الأشخاص المستجوبين للرشوة الجنسية أو يعرفون شخصا تعرض لها، وتليه فلسطين بنسبة 21% والأردن بنسبة 13%. إذا كانت هذه هي نتائج تقرير مؤشر الفساد العالمي في عام 2019، فهل سيكون العام القادم أفضل حالا؟ وهل انتشار الفساد الحكومي من أسباب اندلاع المظاهرات والاحتجاجات في بعض الدول العربية؟ نزل خلال الأشهر الماضية ملايين المحتجين إلى الشوارع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط للتظاهر ضد حكوماتهم. لقد ضاقوا ذرعاً بالفساد. يعكس مقياس الفساد العالمي لسنة 2019 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا آراء وتجارب أكثر من 6600 شخص في 6 دول في مختلف أنحاء المنطقة. وكشفت النتائج عن أن أكثر من نصف المواطنين يرون أن الفساد يتفاقم وأن حكوماتهم لا تبذل جهداً كافياً لمكافحته. الرشوة ممارسة شائعة أيضاً. واحد من بين 5 مواطنين دفع رشوة لقاء خدمات عامة كالخدمات الصحية والتعليمية. كما أظهرت الإحصائيات إلى أن استخدام العلاقات الشخصية المعروفة بالواسطة من الممارسات الشائعة كذلك. في الأردن ولبنان وفلسطين استخدم أكثر من 1/3 الأشخاص الواسطة للحصول على ما يحتاجونه من خدمات عامة أو للحصول على خدمات أفضل. على الرغم من هذه التحديات يبقى الأمل يحدو سكان المنطقة، حيث يرى نصف المواطنين كافة أن المواطن العادي قادر على التأثير على مكافحة الفساد. لكن لا يجب أن نكون متشائمين مع بداية عام جديد، فلننظر إلى النصف الممتلئ من الكوب كما يقولون. فهناك من هم أسوأ حالا منا، بل هناك من يعيشون في بلاد ديمقراطية متقدمة لكنهم متشائمون دوما. نعم، إذا لم تبتسم وتكن متفائلا بمستقبل العالم العربي فاحضر الحفل التشاؤمي الذي تقيمه أكثر البلدان تشاؤما في العالم. تعرف على البلدة الأكثر تشاؤما في العالم ويتباهى سكانها بذلك. اشتهرت بلدة بولانكا الفنلندية بالأخبار والمشاعر السلبية، فقرر سكانها التكيف مع ذلك الوضع حتى أصبحت أشهر البلدات تشاؤما في فنلندا. تنتشر لافتات صفراء كبيرة على جانب الطريق كلما اقتربنا من بلدة بولانكا الصغيرة الواقعة في وسط فنلندا، وتبدو هذه اللافتات مبهجة إلى أن يقرأ الزائر عبارات مكتوبة عليها مثل هل ضللت الطريق؟ إنها بولانكا. ولافتة أخرى تقول بولانكا تقترب، ما زال بالإمكان العودة. لكن الغريب أن سكان بلدة بولانكا الفنلندية أسسوا رابطة للمتشائمين ويقيموا حفلات للتشاؤم. ويقول تيمو أرو خبير علم السكان في فنلندا إن التغير السكاني يؤدي إلى بروز فئة رابحة وأخرى خاسرة، وتعد بولانكا من بين الفئات الخاسرة. إن بولانكا حولت التشاؤم إلى علامة مميزة لها، بل أصبحت تستضيف مهرجاناً للتشاؤم وحفلاً موسيقياً له، فضلاً عن تدشين متجر على الإنترنت، وجميعها يقدم فكرة التشاؤم
بصور مرحة، وتظهر مقاطع فيديو البلدة في أبهى حلل التشاؤم، ويتابع مئات الألاف تلك الفيديوهات على الإنترنت. ويقول باكو بافلو البالغ من العمر 63 عاماً إن البلدة أعلنت عن إقامة حفل تشاؤمي يضاف إلى قائمة المناسبات الصيفية القليلة بها، وبدلاً من دفع رسوم لدخول الحفل دفع المشاركون رسوماً للخروج منه. فالناس لم يأتوا لمتابعة البرنامج فحسب، بل للاجتماع معاً وتحية بعضهم البعض بروح تشاؤمية بالقول حسناً أراك لا تزال على قيد الحياة. حفل تشاؤمي ورابطة للمتشائمين، ألسنا أفضل حالاً من سكان بلدة بولانكا الفنلندية؟ فقد ينتهي الفساد يوماً ما وتشرق الشمس العربية ساطعة مضيئة، لكن تقارير عام 2019 قد تدفع البعض إلى التفكير في الذهاب إلى بلدة بولانكا الفنلندية المتشائمة. فقد أشارت نتائج تقرير دولي آخر إلى أن سد الفجوة بين الجنسين لعام 2020 قد يحتاج إلى أكثر من 250 عاماً، وأجري البحث في 153 دولة، وجاء تحت عنوان لا مساواة في الأجور بين الجنسين قبل 257 عاماً. من غير المتوقع أن تنتزع النساء حول العالم مساواة مع الرجال في الأجور قبل عام 2277 في ظل المعدل الحالي لتحقيق تغيير في هذا الإطار. وتوصل التقرير إلى أن الأمر يحتاج إلى 100 عام تقريباً لسد الفجوة الأوسع بين الجنسين في مجال الاقتصاد والسياسة والتعليم والصحة في البلدان المشاركة. وبالنسبة للمساواة في الأجور فلن ترى النور قبل 257 عاماً، مسجلة تراجعاً عن التقديرات التي وردت في تقرير العام الماضي وكانت 202. واحتلت أيسلندا المركز الأول من حيث المساواة في الأجور للعام 11 على التوالي، بينما حلت الولايات المتحدة في المركز 53 مسجلة تراجعا بمركزين مقارنة بالعام الماضي، وجاء اليمن في آخر القائمة. فساد وتشاؤم وعشرات السنين لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ما هذا الذي يحدث على كوكب الأرض؟ فلنذهب إلى كوكب آخر، وهذا فعلا ما قد يتحقق في عام 2020. فقد بدأ حلم السياحة الفضائية يتحقق، وأعلنت شركات روسية وبريطانية وأمريكية وغيرها عن قرب انتهاء لمساتها الأخيرة لبدء رحلاتها السياحية إلى الفضاء. Welcome to Space Scotland. Congrats. Astronaut. Thanks, Space. All right. الحديث عن رحلات سياحية إلى الفضاء وبناء فنادق ومنتجعات هناك انتشر في السنوات الأخيرة، لكن ما بين الشك واليقين تزداد حيرة البعض، وغالبا ما تحسم آراء وتوقعات الخبراء والعلماء هذا الشك، كما جاء على بي بي سي تحت عنوان سياحة فضائية وشاشات قابلة للطي، نقلات متوقعة في عالم التكنولوجيا خلال عام 2020. إذا كنت تطمح إلى السفر إلى الفضاء ولديك الكثير من الأموال، إذن سيكون عام 2020 فرصة لتحقيق حلمك. وكانت قناة CNBC الأمريكية قد نشرت توقعاتها هذا العام في خبر آخر بعنوان أغلى فندق على مر الزمن، هنا تكلفة قضاء ليلة في محطة الفضاء الدولية في عام 2020. من المحتمل أن تكلف الرحلة الواحدة أكثر من 50 مليون دولار،
وتحصل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا على 35,000 دولار في كل مرة يقضي فيها رائد فضاء خاص ليلة واحدة على محطة الفضاء الدولية. الموضوع تجاوز الخيال، حيث يتوقع الكثيرون أنه في خلال سنوات سيكون بإمكان الملايين الذهاب إلى الفضاء في رحلات سياحية قليلة التكاليف. وقد يفضل البعض قضاء شهر العسل على سطح القمر، وبدأت الشركات العالمية تتنافس على بدء هذه الرحلات بدون حاجة السائح الفضائي لارتداء ملابس فضائية كما تقول الشركات الروسية. شركة روسية لا تلزم السياح الفضائيين بارتداء بزات فضائية. تعتزم شركة كوزمو كورس الروسية المتخصصة في السياحة الفضائية إرسال السياح إلى الفضاء داخل مركبة فضائية محكمة الإغلاق ما لا يتطلب ارتداء بزات فضائية خاصة. وأشار بوشكين إلى أن شركتي فيرجن جالاكتيك وبلو أوريجين للسياحة الفضائية رفضتا هما أيضا استخدام بزات فضائية داخل مركباتهما. إذن إن كنت قد مللت الحروب والنزاعات على سطح الأرض فسارع بحجز تذكرتك إلى الفضاء الفسيح. وبالطبع إذا كانت السياحة ستزدهر في الفضاء فقد تزداد السرقات الفضائية والاعتداءات على سياح الفضاء. ومن ثم فقد قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل جيش فضائي جاء هذا تحت عنوان. ترامب يعلن رسميا تشكيل القوات الفضائية. اعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا تمويل هيئة عسكرية جديدة مختصة بالفضاء تحمل اسم قوة الفضاء الأمريكية. تعد هذه القوة العسكرية الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاما، وتندرج ضمن القوات الجوية الأمريكية. وقد وصف ترامب في قاعدة عسكرية قرب واشنطن الفضاء باعتباره أحدث ساحة للحرب في العالم. وأضاف ترامب في ظل التهديدات الخطيرة للأمن القومي الأمريكي أصبح التفوق في مجال الفضاء مسألة حيوية للغاية. وجاء إعلان ترامب عن تشكيل قوة الردع الفضائية بعد أيام من مصادقة مجلس النواب على إحالته للمحاكمة بتهم رسمية من أجل عزله من منصبه. ترامب مستمر في عمله مهما حدث. ونشرت ABC الأمريكية الخبر تحت عنوان انطلاق قوة دونالد ترامب الفضائية بشكل رسمي يضع علامة مميزة على أول خدمة عسكرية جديدة للقوات المسلحة الأمريكية منذ عام 1947. بتوقيعه قانون سلطة الدفاع الوطني ادعى السيد ترامب انتصارا لواحدة من أولوياته الكبرى للأمن القومي فقط بعد أيام من اتهامه لعزله من منصبه. ميزانية قوة الفضاء جزء من ميزانية قدرها $1.4 trillion من إجمالي تريليونين من نفقات الحكومة بما فيها ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية. ويقول الرئيس ترامب تفوق أمريكا في الفضاء أمر جوهري بسبب التهديدات المخيفة لأمننا القومي. نحن نقود العالم لكننا لا نقوده بشكل كافي، وقريبا جدا سنقوده بشكل أكبر بكثير. سياحة فضائية وجيش أمريكي للفضاء، بينما تشهد بعض الدول العربية حروبا ومظاهرات وفسادا. عام يمضي وعام يأتي، ونتمنى أن يكون العام الجديد أكثر بهجة وسرورا. وكل عام وأنتم بخير. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من السلطة الرابعة.